مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وثق الممثل مروان قروابي لقاءه مع الممثلة سهيلة معلم مقدما التهاني لها بعد العرض الشرفي لفيلم تاريخ الثوري الطيارة الصفراء. اللي شارك في إنجاز هذا العمل، أول تجربة معي مع أول مخرجة. أسي خبر، وريني وريني بكش بستيزاك واحد والله غير توري. الله يهديه يا قرباني. أنا مروان قرباسي قرباعي ليكيب. برافو، يعطيكم الصحة. سهيلة 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 سهيلة، يعطيك الصحة يا ترى ليك شعر ليه. أنا وشوي أقسم بالله العظيم غادي نشكرك، غادي نشكرك. طيب خوفوا شوفوا واحد التمثيل، واحد الأداء، واحد بالمناسبة حبيت ندير لك الكادر ديالي. سوين عجبتك؟ هايل. وعلاش بصح ما رسمونيش؟ أوا أنا رسمني هكذا والله ما على بالي، ما فهمت. راكي بالله راكي بالله دوري. سوسو. آه. تحوس عليا. برافو سوسو. ميرسي. كلمة ما كاش كلمة حدا والو. ميرسي. آه. مروان ميرسي. كي جيت شكرا. انت تفاصون دايما وين كنت تشد. اه وي 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 تو حب اعمالي. آه نموت. خلاص. اه نموت. بس جيسبيغ ان شاء الله نعود للخدمة ان شاء الله. اه وي وي وي. خدمة معايا بصح. مهبولة انت. بيشك عبا تيري روحي. ميرسي بوكو. مرزوق خويا هذا جمعنا جا شاف الفيلم. كاينة حاجة حبيت نقول لكم. مرزوق دي سيلاني. جيب لي الديسة تاعك مرزوق. مرزوق هذا شكون؟ مرزوق مرزوق. هذا انا ضربوني بزبزة بصح. ربي يحضرك مدام. شكرا مرزوق. انت ديسي ليك هنايا بارك الله. اه ما شاء الله. دير مرزوق. لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام. وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.